تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم اليوم حفل جوائز البحرين الثاني للرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص الداعمين للذكاء الاصطناعي وعلوم المستقبل. جاء ذلك بحضور سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف وزير التنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين. وتم خلال الحفل تكريم أفضل 14 رئيسا تنفيذيا في مملكة البحرين، وهم جزء من النخبة التي قدمت دعما وابتكارا في مجال الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة. كما تضمن الحفل مجموعة من الجلسات الحوارية المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي. وأقيم الحفل بتنظيم من المجموعة العالمية للذكاء الاصطناعي GAC ميديا الإماراتية بالشراكة مع مركز سمو الشيخ ناصر للبحوث والتطوير في الذكاء الاصطناعي. ويعد هذا المؤتمر الأكبر من نوعه إقليميا في تكريم الرؤساء التنفيذيين الذين قدموا جهودا متميزة في تطوير استراتيجياتهم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات بفعالية وإتقان. توجه حكومي تلتف حوله السياسات والقرارات للتحول نحو الأنظمة الذكية، إذ أصبحت مملكة البحرين نموذجا يحتذى به بين الدول في رقمنة الأنشطة المؤسسية والأجهزة الحكومية وتوفير الخدمات إلكترونيا للمواطنين. وخلال مؤتمر تكريم الرؤساء التنفيذيين الداعمين للذكاء الاصطناعي في القطاع العام والخاص، يبرز الأهمية الكبرى نحو التطور ومواكبة آخر المستجدات في عالم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. طبعا الذكاء الاصطناعي لا نخفي عليكم اليوم الحديث الساعة، وليس للأفراد فقط إنما للمؤسسات الكبرى، وإحنا نقدم طبعا دعم للعمليات المؤسسات العالمية. أذكر أن المؤتمر للسنة الثانية الأول من نوعه في المنطقة وأيضا دوليا في تكريم رؤساء التنفيذيين في الذكاء الاصطناعي، مرحلة اللي وصلنا من تقدم في البحرين. تكريم الرؤساء التنفيذيين في القطاعين العام والخاص يأتي تقديرا للجهود والمساعي الحثيثة التي قدمت دعما وابتكارا في مجال التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، وساهمت في تطوير الاستراتيجيات بفاعلية وإتقان. فوائد الذكاء الاصطناعي عديدة، هي دائما احنا نقيسها كديوان الرقابة المالية في تقليل الوقت اللي ممكن احنا نبذله في القيام بالعديد من مهام التدقيق اللي تأخذ وقت جدا طويل.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي فادتنا في احنا نقلل هذا الوقت ممكن يستغرق المدقق في عمليات الترقيق وما إلى ذلك. تمت مشاركتنا واختيارنا بالمشاركة في هذه الجائزة أساس أن احنا نعكس مدى تطور التحول الإلكتروني عندنا في الوزارة. الحمد لله رب العالمين، فضل من رب العالمين وفضل توجيهات الإدارة العليا، تم تحويل تقريبا 70-80% من الخدمات الداخلية عندنا إلى خدمات إلكترونية متطورة أساس أن احنا نضمن التمكين الرقمي عندنا في الوزارة. دخول الذكاء الاصطناعي في مجالات مختلفة في عمل الدوائر والجهات الحكومية والخاصة من شأنه أن يحقق تطوراً وتقدماً ملموساً وانعكاسات إيجابية على مستوى الوطني والمواطن. من مؤتمر تكريم الرؤساء التنفيذيين الداعمين للذكاء الاصطناعي يأتي هذا المؤتمر ليؤكد أن الذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات هو المجال الذي يعد أحد أهم الأنشطة حول العالم ويشهد حالة من التنافس سواء على الصعيد الحكومي أو الخاص. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.